إذن في حال إعطاء الولاية لابد أن نرى أن هذا الشخص هل هو ظالم بالفعل أو لا، فإذا لم يكن ظالما فحينئذ يستحق الولاية، نعم إذا كان ظالما بالفعل فلا يستحق الولاية. فإذا من كان ظالما في الماضي هذا ظلمه في الماضي وعصيانه في الماضي لا يمنع من استحقاقه ونيله للإمامة، لأن المناط على كونه ظالما حين تسنم هذا المنصب لا كونه ظالما حتى في الماضي. كان هذا هو الاعتراض، وذكرنا جوابين لهذا الاعتراض. الآن نبين الجواب الثالث. حاصل الجواب الثالث عن هذا الاعتراض هو أن يقال بأننا هذا الجواب الثالث مبني على الوضع للأعم، يعني مبني على أن المشتك موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه المبدأ، كما تقدم شرح ذلك مفصلا. فعنوان الظالم الذي هو مشتق مثلا في الآية كما يصدق على المتلبس بالمبدأ فعلا كذلك يصدق على من قضى عنه المبدأ. وكيفية الجواب عن هذا الاعتراض هو أن يقول بأننا سوف نصل إلى نفس النتيجة، وذلك باعتبار أن المشتق وإن كان يشمل فردين المتلبس بالمبدأ بالفعل ومن انقضى عنه المبدأ، فكل منهما ظالم وكل منهما حينئذ لا يستحق من منصب الخلافة كما تقدم في الجواب الأول. لكن هذا الجواب يريد أن يقول أن لا، الآية حتى إذا قلنا في باب المشتق أن المشتق موضوع للأعم، لكن خصوص الآية هي ناظرة إلى خصوص من انقضى عنه المبدأ. أصلا الآية كأنها تقول أن الظالم الذي انقضى عنه الظلم هذا لا يستحق المنصب، فتكون دالة على المقصود بنحو أوضح. بعبارة أخرى الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أنه في الجواب الأول كنا نقول أن الآية تدل على أن الظالم في الماضي حتى إذا قضى عنه المبدأ لا يستحق المنصب، لكن دلالة الآية على ذلك بالإطلاق، لأن الآية تشمل فردين المتلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه المبدأ. هذا الجواب الأول. أما هذا الجواب فيقول أن المشتق وإن كان موضوع للأعم لكن الآية بالخصوص هي تنظر إلى المتلبس، إلى من انقضى عنه المبدأ، هي تنظر إلى شخص انقضى عنه الظلم وتقول أن العهد لا يناله. لماذا؟ يقول باعتبار أن المتلبس بالمبدأ في الحال لا معنى لأن تكون الآية ناظرة له، فيتعين أن تكون ناظرة إلى الفرد الثاني، وذلك باعتبار أن المتلبس بالظلم بالفعل من الأمور الواضحة جدا أنه لا يستحق منصب الإمامة. قيادة الأمة لا يمكن أن يعطى لشخص يتلبس بالظلم فعلا، الشخص المنحرف، الشخص الكافر، الشخص المشرك، الشخص الظالم المتلبس بالمعاصي، هذا من الأمور الواضحة جدا التي قياساتها معها أنه هذا لا يصلح لتسنم هذا المنصب. فلا معنى لأن تأتي الآية لغرض بيانه بعد افتراض أنه من الواضحات، فإذا الآية لابد أن تنظر إلى فرد لا يكون عدم نيله للعهد من الواضحات، وليس هو إلا عبارة عن من انقضى عنه المبدأ، لأن من انقضى عنه الظلم وأصبح الآن فعلا ليس ظالما هذا هناك مجال للكلام أنه يستحق المنصب أو لا يستحق المنصب، ينال العهد أو لا ينال العهد. أما هذا الشخص المتلبس بالظلم فعلا هذا واضح أنه لا يستحق العهد، فلا معنى للقول بأن الآية ترد في مقام بيان هذا المعنى الواضح، فلا بد أن تكون ناظرة إلى الشخص الذي انقضى عنه الظلم وتلبس بالظلم آنا ما في الزمان السابق والآن انقضى عنه الظلم، الآية تقول أن هذا الظالم لا ينال عهدي، فتكون الآية دالة بحسب سياقها على أن هذا الفرد لا يستحق ماذا؟ هذا المنصب ولا يصل إلى هذا المنصب. هذا الجواب الثالث.
هذا الجواب الثالث قربه بعضهم بتقريب آخر، حاصله أن الناس على طوائف أربعة. الطائفة الأولى طائفة لا يصدر منهم ذنب أصلا طيلة حياته، هذا طائفة. الطائفة الثانية من يصدر منهم الذنب دائما وطيلة حياته، دائما هم في حالة عصيان وفي حالة تجري على المولى. الطائفة الثالثة من صدرت منهم المعصية أول حياتهم ثم أقلعوا عنها وتابوا وندموا. الرابعة بالعكس، من لم يصدر منهم ذنب أول حياتهم لكن سوء عاقبتهم جعلهم يذنبون بعد ذلك. هذا القسم الرابع، الطائفة الرابعة. الآية الشريفة قطعا ليست ناظرة إلى الطائفة الثانية الذي يرتكب الذنب دائما وأبدا، ولا إلى الرابعة وهو الذي يرتكب الذنب فعلا لكنه في بداية حياته لم يكن يرتكب الذنب، هذه ليست ناظرة له قطعا، لأن هذا الشخص فعلا هو ظالم، فعلا هو عاصي، فعلا هو مرتكب للمعاصي، فكيف يستحق هذا المنصب؟ فالآية ليست ناظرة إلى الطائفة الثانية ولا إلى الطائفة الرابعة. كما أن الآية ليست ناظرة إلى الطائفة الأولى لوضوح أنه ليس ظالم قطعا لأنه لم يرتكب الذنب بحسب الفرق، فيكون شبيه بالمعصوم حينئذ، فإذا الآية ليست ناظرة إلى، فيتعين أن تكون الآية ناظرة إلى الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة التي عبارة عن الطائفة التي ارتكبت ذنب في بداية حياتها ثم أقلعت عنه بعد ذلك، تقول هذا لا يستحق المنصب. هذا التقريب نقله السيد الطباطبائي في الميزان عن بعض أساتذته. هذا هو الجواب الثالث عن الاعتراض المتقدم. حينئذ إذا تبين دفع الاعتراض السابق حينئذ يتم هذا التقريب الثاني للاستدلال، ويترتب على تمامية هذا التقريب كما هو واضح، بل حتى على التقريب الأول، عدم صلاحية الشخص الذي صدرت منه المعصية، سواء كانت المعصية عبارة عن الشرك أو عبارة عن الكفر أو عبارة عن المعاصي الأخرى التي توجب صدق كون ظالم. الشخص الذي صدر منه ذلك هذا لا يستحق المنصب، سواء كان صدر منه في زمان ماض والآن تاب وأقلع عن ذلك ورجع عن ذلك، أو لا هو متلبس بذلك في الفعل. على كلا التقديرين هو لا يستحق منصب الإمامة. هذا هو المستفاد من الآية الشريفة بهذه البيانات المتقدمة. خب، أبناء العامة، حيث أن هذه النتيجة سوف تضر بمبانيهم العقيدية العقائدية، لأنها سوف تثبت أن من يؤمنون بإمامتهم لا يستحقون هذا المنصب المهم الخطير الذي هو كما اتضح من خلال تفسير الآية منصب يتلو النبوة ويأتي بعد النبوة على الظاهر. هذا المنصب الخطير، من يعتقدون بإمامتهم لا يستحقون هذا المنصب، حينئذ حاولوا أن يدفعوا الاستدلالات السابقة بطرق مختلفة لكنها كلها غير تامة وغير ثابتة. بعضهم مثلا أصر على الاعتراض السابق والتزم بأن الآية لا تشمل من انقضى عنه المبدأ، خب هذا صار لا معنى له في ضوء الأجوبة المتقدمة الثلاثة السابقة عن هذا الاعتراض. بعضهم ادعى أن الآية ناظرة إلى النبوة لا إلى الإمامة، سنقول كما تقدم أيضا سابقا أن الإمامة في الآية يراد بها النبوة، فهذه شرائط في النبوة لا في الإمامة، فالإمامة ليست مشروطة بهذه الشرائط. بعضهم فسر الظلم بالكفر فقط ليثبت أن الآية إنما تشترط عدم الكفر في تولي منصب الإمامة، لا عدم المعصية مطلقا. المراد بالظلم في الآية هو الكفر، فتقول أن الكافر لا يستحق المنصب. أما مطلق الظلم بمعنى الواسع، بمعناه الواسع كما تقدم، اللي يشمل حتى صدور المعصية،
لأنه يمثل ظلم الإنسان لنفسه كما تقدم، وقلنا أن ظلم الإنسان لنفسه من أقبح أنواع الظلم، وإن لم يكن من أهمها لكنه من أقبح أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. وبينا بعض الروايات الظاهرة في أن، بل حتى الآيات الظاهرة في أن ارتكاب الإثم يعتبر ظلم يصدر من الإنسان لنفسه. فبعضهم قال بأن الظلم هو الكفر، وسلم بأن الآية ظاهرة في اشتراط عدم الكفر في الإمامة، لكنها ليست ظاهرة في اشتراط عدم المعصية. هذا أيضا بعضهم هكذا حاول أن يثبت هذا المطلب ويناقش المطلب. على كل حال، ما نفهمه من الآية هو أن هذا المنصب الخطير لا يصلح لتسنمه إلا شخص معصوم أو من يعينه المعصوم عليه السلام، وهذا يناسب كما قلنا مرارا، يساعد عليه الاعتبار، يناسبه الاعتبار، لأن المنصب خطير وحساس جدا، والمنصب يعني جعل الإنسان قدوة ومثل أعلى لكل الناس ولكل المسلمين، جعل هذا الإنسان قدوة وجعل إمام يهتم به الغير ويتبعه الغير ويقتدي به الغير. هذا لا يناسب أن يتسنم هذا المنصب الخطير شخص تصدر منه المعاصي، حتى إذا صدرت منه المعاصي في الزمان السابق. هذا نظير ما يقال في باب النبوة، نظير ما يقال في باب النبوة أن من شرائط النبوة أن لا يكون النبي في زمان سابق أيضا أن لا تصدر منه المعصية، لأنه فقط حال النبوة يشترط عدم صدور المعصية منه، لا حتى قبل ذلك أيضا يشترط عدم صدور المعصية منه، يعني العصمة حتى قبل النبوة. والسر في هذا هو أن كون غير معصوم حتى قبل النبوة يؤثر على نبوته، يؤثر على اعتقاد الناس به، لأن المنصب منصب خطير جدا، فينبغي أن يتسلمه الإنسان النزيه، الإنسان النظيف من كل الذنوب ومن كل الخطايا، وليس هذا إلا هو كما هو واضح إلا المعصوم. طبعا إلى هنا الآية الشريفة ينتهي الحديث عنها، ونستفيد من الآية الشريفة أن منصب الإمامة يكفي فيه عدم صدور المعصية، لا في الزمان السابق ولا في الحال. نعم، إثبات اشتراط العصمة في منصب الإمامة بمعناها الصحيح، يعني عدم إمكان صدور المعصية، هذا يحتاج إلى بحث آخر قد يثبت من خلال الآية، ويثبت أيضا كما هو واضح من خلال الأدلة الأخرى العقلية والنقلية على اشتراط العصمة في هذا المنصب الخطير. العصمة بمعنى عدم إمكان صدور الذنب، لا بمعنى عدم صدور الذنب. الآية الشريفة بالتفسير المتقدم هي لا تثبت إلا على اشتراط عدم صدور الذنب. نحن نعتقد بأن العصمة الإمامة تحتاج إلى شيء أكثر من هذا، مو فقط عدم صدور الذنب، وإنما استحالة صدور الذنب وعدم إمكان صدور الذنب، حينئذ يكون الشخص قابل لتسنم هذا المنصب الخطير. وهذا بحث كما قلنا تتكفل به كتب علم الكلام، ولا مجال لذكره هنا باعتبار أن البحث ليس بحثا عقائديا، وإنما هو بحث عن آيات الأحكام، وإنما خرجنا عن منهجنا بهذا البحث السابق باعتبار وجود مناسبة كما ذكرناها سابقا اقتضت منا أن نبحث هذه الآية بحثا عقائديا. إلى هنا يتم الكلام عن كتاب الطهارة في آيات الأحكام، بمعنى أننا حتى الآن استعرضنا كل الآيات التي يمكن أن يستنبط منها أحكام شرعية تتعلق بباب الطهارة، بباب الطهارة، النظافة والنجاسة والغسل والتيمم والوضوء وإلى آخره، كل ما يرتبط بباب الطهارة من أحكام شرعية استعرضنا الآيات القرآنية من أول القرآن إلى آخره التي قيل أو يقال أنها تثبت أحكام شرعية فرعية ترتبط بكتاب الطهارة وباب الطهارة، هذه كلها استعرضناها، فوصلنا إلى نتائج مختلفة، قد بعض الآيات نؤيد دلالتها على بعض الأحكام الشرعية الفرعية،
وقد بعض الآيات ننكر دلالتها على أحكام شرعية فرعية. وبعد ذلك بحسب تسلسل الكتب الفقهية، في الكتب الفقهية المعروفة ندخل في كتاب الصلاة. أول آية تواجهنا في كتاب الصلاة والتي ترتبط بأصل وجوب الصلاة هي الآية في سورة النساء آية 103، وهي قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية الشريفة استدل بها على وجوب الصلاة وعلى أحكام أخرى يأتي استعراضها. بحسب المنهج المتعارف لنا ندخل في البداية في بحث معاني الكلمات الواردة في الآية التي تحتاج طبعا إلى الشرح وتوضيح. أول كلمة تواجهنا في الآية هي كلمة الصلاة، إن الصلاة، على الظاهر أنه لا إشكال في أن المقصود بالصلاة هنا ليس المعنى اللغوي للصلاة اللي يقال بأنه عبارة عن الدعاء، وإنما يراد بالصلاة في الآية الصلاة الاصطلاحية المعنى الشرعي. هذا هو المراد بالصلاة، الصلاة ذات الأركان المعروفة. والظاهر أن المراد بها أيضا خصوص الصلاة اليومية لا مطلق الصلاة، هذا تخصيص أكثر بعد، وذلك بقرينة الآيات التي قبل الآية، الآية الشريفة، والتي تتعرض لكيفية صلاة الخوف. وآيتنا تأتي بعد تلك الآيات بلا فاصل مباشرة. الآية التي قبل آيتنا هي قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآيات التي تتعرض إلى كيفية إقامة الصلاة اليومية في حال الخوف، وإذا زال الخوف كيف يقام الصلاة. بعد ذلك إذا جاءت هذه الآية واضح أن المقصود من الصلاة حينئذ في آيتنا هي الصلاة اليومية. هذه الكلمة الأولى في الآية. الكلمة الثانية في الآية قوله تعالى: كتابا. كتابا، كتاب كما هو واضح مصدر من كتب ومعناه المكتوب، لأن المصدر كثيرا ما يكون بمعنى اسم المفعول. هنا ذكر بأن كناية كتابا يكون كناية عن الفرض والإيجاب، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني الصلاة كتبت عليهم، فهي مفروضة عليهم وواجبة عليهم. وقالوا منه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. الصيام كتب عليكم يعني فرض عليكم وجب عليكم. وكذلك آيات أخرى فيها هذا المضمون يرد فيها مادة الكتابة ولفظ الكتابة. هذا قول. في مقابل ذلك هناك احتمال أن يكون المراد بالكتاب كناية عن ثبوت الشيء في عالم الجعل والتشريع، لا عن فرض الشيء، عن الفرض والإيجاب كما قيل، وإنما كناية عن ثبوت أن الصلاة كانت كتاب على المؤمنين كتابا يعني كتبت الصلاة وثبتت في عالم الجعل وفي لوح الجعل والتشريع. طبعا الفرق بين المعنيين واضح، أنه على المعنى الأول يكون كتاب مسابق للوجوب وللفرض، فالآية تدل على أن الصلاة واجبة، بينما على الثاني لا، تدل على أن الصلاة كتبت في عالم الجعل والتشريع. ومن الواضح أن كتابة الشيء في عالم الجعل والتشريع لا يعني كونه واجب لا يساوق الوجوب، وإنما هو أعم من كونه واجب أو كونه شنو أو كونه مندوب ومستحب مثلا، بل لعله أهم حتى من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية أيضا مكتوبة في عالم الجعل والتشريع.
مثلا في آية قرآنية يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخره. وواضح أن كتابة الوصية ليس من الواجبات. مثلا في مثال آخر يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، إلى آخر الآية. القصاص في الحقيقة شبيه بالأحكام الوضعية، ليس حكما تكليفيا. إذن كتابة الشيء أعم من وجوبه وأعم من فرضه ووجوبه. بناء على هذا فالتفسيران يختلفان. نعم، يمكن أن نبرز هاي النكتة، وهي أن الكتابة حتى إذا كان معناها ثبوت الشيء، لكن حينما تتعدى بعلى، حينئذ يكون فيها دلالة على ماذا؟ على الفرض والوجوب. حينما تتعدى بعلى، ففرض من أن تقول هذا كتب في اللوح المحفوظ وفي عالم التشريع، وبين أن تقول أن هذا كتب عليك أو عليكم. هذه على التعدي بعلى يدل على شيء من الفرض والتقدير كما هو واضح. والآية في محل الكلام متعدية بعلى، لأن الآية تقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، فهي مكتوبة على المؤمنين. هذا التعدي يجعلها ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. فالصحيح هو أنه لا فرق بين التفسيرين من حيث النتيجة، وأنه على كلا التقديرين الآية تكون ظاهرة في إيجاب الصلاة اليومية. الكلمة الثالثة التي تحتاج إلى تفسير، وهي قوله تعالى: موقوتا، كتابا موقوتا. هناك احتمالان في تشخيص المراد بهذه الكلمة. احتمال الأول أن يكون المراد بمعنى المحدد بالأوقات المعينة، ويكون مأخوذ من وقت كذا، جعل له وقتا، وقت كذا يعني جعل له وقتا. هذا الاحتمال هو المذكور عادة في كتب التفسير. بناء على هذا الاحتمال يكون مفاد الآية هو أن الصلاة محدودة بأوقات محددة ومعينة شرعا، ولا يجوز الخروج عنها وتجاوزها. وحينئذ تكون الآية متعرضة إجمالا لبيان أن الصلاة اليومية لها أوقات مخصوصة، مو أنه يؤتى بها في أي وقت يشاء المكلف. الاحتمال الثاني في تفسير الموقوت هو أن يكون كناية عن الثبات وعدم التغير. كتابا موقوتا يعني كتابا لا يتغير، ودائما هو في حالة ثبوت. وهذا معناه أن المقصود هو أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فهي موقوتة بمعنى ثابتة ولا تتغير، بخلاف بقية الواجبات مثلا فإنها قد تسقط في بعض الأحوال ويعوض عنها بغيرها. هذا الاحتمال الثاني الموقوت بمعنى الثابت والغير المتغير يمكن أن يؤيد بروايات واردة من طرقنا في تفسير الآية. مثلا في صحيح داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: كتابا ثابتا، كتابا ثابتا. وهو صريح أنه قاعد تنفسر الموقوت بالثبوت. بل أكثر من هذا، في بعض الروايات تصريح بنفي الاحتمال الأول، يعني تصريح بنفي أن يكون المقصود بالموقوت هو المحدد بأوقات معينة. مضافا إلى أنه يمكن أن نعيد الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول بقطع النظر عن الروايات، بل من خلال نفس الجو الذي ذكرت فيه الآية يمكن أن نرجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، أي سياق الآية. وذلك لأن سياق الآيات التي قبل هذه الآية كما قلنا سابقا أنها تتعرض إلى صلاة الخوف وكيفية صلاة الخوف، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إلى آخر ما تقدم. وهذا يناسب أن يكون المقصود بالموقوت في الآية هو الاحتمال الثاني، وذلك لأن قوله تعالى إن الصلاة بمنزلة التعليل لما قبل هذه الآية الموجودة
في الآية التي قبلها. ومن الواضح أن المناسب في التعليل أن يقال بأن الصلاة لا تسقط بحال وثابتة على كل حال، ولا يناسب التعليل أن يقال بأن الصلاة لها أوقات محددة، أي علاقة لا علاقة لكون الصلاة لها أوقات محددة بماذا؟ بصلاة الخوف ولزوم الإتيان بالصلاة حتى في حال الخوف، وأن الصلاة لا يشترط إقامتها بالطمأنينة، أن يكون الإنسان مطمئن لا حتى في حالة الخوف يجب الإتيان بالصلاة. المناسب لوجوب الصلاة في حالة الخوف وعدم سقوط الصلاة في حالة الخوف أن يقال بأن الصلاة لا تتغير، الصلاة شيء ثابت ولا يتغير. المناسب لذاك أن يعلل بهذا المعنى، لا أن يعلل بأن يقال أن الصلاة لها أوقات محددة، هذا لا علاقة له بلزوم إقامة الصلاة بحال الخوف، هذه قرينة من داخل الآية يمكن أن تبرز لإثبات صحة الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. إلى هنا يظهر أن المقصود بالصلاة هو الصلاة اليومية، وأنها كتبت على المؤمنين وفرضت على المؤمنين فرضا ثابتا، وبحيث أن هذه لا تتغير من حال إلى أحوال، دائما هي واجبة، دائما هي لازمة. البحث الثاني في الأحكام التي يمكن أن تستفاد من الآية أو قيل بأنها استفيدت من الآية. الحكم الأول هو مسألة وجوب الصلاة، أن الصلاة واجبة، هذا على الظاهر أنه شيء واضح من خلال الكتاب، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، وقلنا أن تعدية الكتاب بعلى يعتبر دليل واضح على ماذا؟ على أن المقصود ذلك هو الوجوب والفرض، أن الصلاة كتبت وفرضت علما على المؤمنين، فهي دخلت في ذمتهم فيجب عليهم أداؤها، هذا حكم واضح استفادت من الآية الشريفة. الحكم الثاني هو أن وجوب الصلاة مختص بالمؤمنين، قد يقال بأن الآية تدل على اختصاص وجوب الصلاة بالمؤمنين دون غيرهم من الكافرين، وهذا معناه أن الأحكام الفرعية لا تشمل الكافر وإنما تختص بماذا؟ بالمؤمن. هناك بحث تقدمت الإشارة إليه لعله مرارا محل نزاع ومحل كلام في أن الأحكام الفرعية الشرعية هل المخاطب بها هو خصوص المؤمنين أو أن الكل مخاطبون بها، لا فرق بين المؤمن وبين ماذا؟ وبين الكافر، غاية الأمر أن الكافر يخاطب بها لكنها لا تصح منه إذا صدرت منه، بينما المؤمن إذا صدرت منه تكون شنو؟ تكون صحيحة، وإلا الخطابات عامة ولا موجبة للتخصيص. طبعا المشهور في المسألة ذهب إلى أن الكفار مكلفون بالفروع، كما هم مكلفون بالأصول كذلك هم مكلفون بفروع الدين، المشهور ذهب إلى ذلك. في قبال المشهور هناك بعض العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين ذهبوا إلى أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، بل ادعى بعضهم استحالة هذا المعنى. على كل حال هذا بحث موجود وأشرنا إليه مرارا سابقا. قد يقال بأن الآية الشريفة تدعم الرأي الثاني لأنها تدل على أن وجوب الصلاة مخصوص بالمؤمنين، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة عليهم واجبة، هذا يفهم منها أنها على غيرهم ليست واجبة، فتكون دليلا على أن الحكم وجوب الصلاة وبقية الأحكام الشرعية الفرعية لا يكلف بها الكافر وإنما يكلف بها خصوص المؤمن. هذا الحكم الثاني الذي قيل بأنه استفاد من الآية، استفاد هذا الحكم منسوب إلى أبي حنيفة، قيل بأن أبو حنيفة يقول أن مفاد الآية هو هذا المعنى. طبعا بقطع النظر عن أصل الكبرى أن الكافر مكلف بالفروع أو لا، في خصوص هاي الآية لا يمكن أن نستفيد منها اختصاص وجوب الصلاة بالمؤمن ونفي عن الكافر، ما يمكن أن نستفيد من هذا المعنى، لقاعدة واضحة جدا أن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، قل آية فقط تعرضت إلى إثبات الوجوب على المؤمنين، ليس معنى ثبوت على المؤمنين نفي عمن عداه، ما عندها شي قاعدة.
إذا تقول جاء عمرو ليس معنى الكلام أن زيد لم يجئ. إذا تقول مثلا ذهب بكر ليس معنى ذلك أن عمرو لم يذهب، وإنما أنت تثبت هذا الحكم لموضوع، ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع ساكت عن أن الحكم منتفع عن غيره أو ثابت لغيره، ساكت عن هذا المعنى، فلا يستفاد لا النفي ولا الإثبات بالنسبة إلى غير الموضوع المذكور في ذلك الدليل الشرعي. الآية الشريفة خب يستفاد منها أن الحكم المنشأ بهذه الآية أو الحكم الذي تدل عليه هذه الآية ووجوب الصلاة، هذا أن الصلاة فرضت على المؤمنين وكتبت على المؤمنين ووجبت على المؤمنين، هذا ليس معناه أنها لم تفرض على غير المؤمن ولم تكتب على غير المؤمن ولم تجب على غير المؤمن، لا، وإنما الآية ساكتة عن ذاك غير متعرضة لذاك، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. نعم نحتاج نحن إلى بيان نكتة في تخصيص المؤمنين بالذكر في الآية، يعني إذا افترضنا أن الحكم عام وثابت حتى الكافر، إذا من لماذا خصت الآية المؤمنين بالذكر؟ كان بإمكان أن تقول أن الصلاة كانت على الناس كتابا موقوتا، لماذا قالت المؤمنين؟ هذا يحتاج إلى بيان، وهذا بيان تقدم أيضا الإشارة إلى باعتبار أن تخصيص المؤمنين بالذكر باعتبار أنهم هم المهيئون للامتثال والذين ينتفعون بهذا الخطاب في الحقيقة، لأن المؤمن هو المهيئ للامتثال، الكافر هو لا يؤمن بالخطاب الشرعي أصلا حتى يمتثله. فإذا الآية إنما خصت المؤمنين بالذكر لهذه النكتة، لا لأن الحكم مختص بهم ومنفي عن من عداهم، الآية ليس فيها دلالة على ذلك أصلا. مضافا إلى أنه من ناحية فنية لا يمكن تأييد هذه الاستفادة، لأن هذه الاستفادة يعني بأي نكتة تكون، بأي ملاك؟ لو كان أكو عندنا شرط، لو كان أكو عندنا واص، ممكن أن نقول أن الآية بمفهوم الواص بمفهوم الشرط تدل على انتفاء الحكم عما عدا الموضوع المذكور فيها، فبيها جانب سلبي تدل عليه باعتبار المفهوم كما هو واضح. الآية ليست داخلة يمكن إدخالها في مفهوم الشرط ولا إدراجها في مفهوم الوصف، وإنما غاية ما يقال يعني تدخل في مفهوم اللقب، وواضح جدا عند الجميع أن اللقب ليس له مفهوم، ولذا قلنا من الأمور الواضحة أنك حينما تقول جاء زيدون ليس معنى ذلك أن عمرو لم يجئ، أو حينما تقول مات فلان ليس معنى ذلك أن غيره لم يمت، مات فلان ومات غيره، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه كما هو واضح، ومفهوم اللقب يعتبر بأنه من أضعف المفاهيم، بل اتفق على أنه ليس له مفهوم. إذن الآية الشريفة تدل على وجوب الصلاة على ليس فيها دلالة على عدم وجوب الصلاة على ماذا؟ على الكافر. ولعله يدعم هذا الرأي وهي أن الآية لا تنفي وجوب الصلاة على الكافرين، الآيات الشريفة التي قد يقال أن ظاهرها هو وجوب الصلاة على الكافرين، كما في قوله تعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. خب واضح أن الذي يكذب بيوم الدين هو من الكفر أم كافر، ومع ذلك حينما قيل له بأنه ما سلكك في سقار قال لم نكن من المصلين، فالآية فيها دلالة على أنه كان مكلف بالصلاة، كان مكلف بالصلاة، وأنه سلك في سقار ودخل في سقار لأنه لم يصلي. وإذا لم يكن مكلف بالصلاة لا معنى لأن يدخل سقر لأنه لم يصلي، بل يدخل سقر لأنه أنكر التوحيد، أنكر يوم الدين مثلا، أنكر الأصول الاعتقادية، لكن الآية ظاهرها وأن دخول سقر ودخول جهنم لأنه لا يصلي، وهذا فيه لا تخلو من إشعار ودلالة على أن الصلاة مطلوبة من الكافر كما هي مطلوبة من المؤمن. هذه الآية يمكن أن تكون مؤيدة لما قلناه من أن آيتنا ليس فيها دلالة على نفي وجوب الصلاة عن الكافر.
هذا الحكم الثاني مع مناقشة استفادته من الآية الشريفة. الحكم الثالث الذي قد يقال أنه يستفاد من الآية هو أن يقال بأن الآية يستفاد منها هذا المعنى، بأن الصلاة اليومية لها أوقات محددة، وإن كانت الآية لا تتعرض إلى بيان هذه الأوقات وإنما تترك التفاصيل إلى أدلة أخرى، السنة النبوية كما هي عادة الآيات القرآنية تشير إلى الأحكام الشرعية إجمالا، التفاصيل تتركها على عهدة السنة الشريفة. فالآية تشير إلى أن الصلاة اليومية لها أوقات محددة وأنها لا يجوز تجاوزها بالنسبة للمكلف. هذا أيضا فتح حكم شرعي يستفاد من الآية. طبعا هذا الحكم احنا نبهنا سابقا إلى أنه مبني على تفسير الأوقات بالتفسير الأول، وأما إذا فسرنا الموقوت بأنه عبارة عن الثابت الغير المتغير كما تقدم، فالآية لا تدل على أن الصلاة اليومية لها أوقات محددة حتى إجمالا، وإنما تدل على أن الصلاة فرضت على المؤمنين وأن هذا الفرض فرض ثابت لا يتغير ولا يتبدل بحال دون حال، فهي واجبة في حال الأمن وفي حال الخوف، في حال الإقامة وفي حال السفر وهكذا. وحيث أننا رجحنا هذا الاحتمال الثاني استنادا إلى الروايات واستنادا إلى سياق نفس الآيات التي قبل آيتنا وبعدها، فإذن هذا الحكم لا يمكن استفادته من الآية الشريفة. إذن الآية الشريفة الشيء الذي يمكن أن يستفاد منها كحكم شرعي هو قول هو عبارة عن وجوب الصلاة، أن الصلاة واجبة وجوبا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل ولا يختلف باختلاف الأحوال. إلى هنا يتم الكلام عن الآية الأولى في كتاب الصلاة. الآية الثانية التي ندخل فيها في كتاب الصلاة هي الآية آية 239 في سورة البقرة، وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه هي الآية الأخرى في باب الصلاة في كتاب الصلاة التي تحتاج إلى بحث. البحث الأول يقع في مفردات الآية وتشخيص معانيها. مفردات الآية كثيرة. الكلمة الأولى هي كلمة حافظ، والمحافظة على الصلاة ماذا يراد بها؟ واضح أن المراد من المحافظة على الصلاة عن شدة الاهتمام بها ومزيد الاعتناء بها، وطبعا هذا يتحقق المحافظة عليها بالاتيان بها وأدائها في وقتها وأوقاتها الخاصة بالشرائط المعلومة والحدود الواضحة بالنسبة إلى الصلاة. هذا الشيء قد يستفاد من نفس صيغة المفاعلة حافظوا، باعتبار أن هذه الصيغة تفيد المبالغة، لأنها بالأصل وإن كانت تدل على صدور الفعل من شخصين كقاتل وضارب مفاعلة، لكن إذا نسبت هذه الصيغة إلى شخص واحد تدل على الأمر بالدوام والتكرار. حافظوا أو حافظ على الصلاة فيها دلالة على أن المطلوب هو الدوام عليها والاستمرار عليها، ومن هنا يختلف قوله حافظوا على الصلاة وقوله احفظوا الصلاة. احفظوا الصلاة ما بدلالة على المبالغة في المداومة على الصلاة كما تدل على ذلك صيغة حافظوا على الصلاة. لعل وقوع هذه الآية في تضاعيف أحكام الأزواج والأولاد كما هو واضح من خلال الآيات اللي قبلها واللي بعدها لغرض التنبيه الإنسان على أنه لا ينبغي أن يشتغل بشيء آخر عن الصلاة، لا بالأولاد ولا بالأزواج ولا بأي شيء آخر، وإنما الصلاة هي الأمر المهم ولا بد من المحافظة عليها والمداومة عليها وعدم تركها، و
وأنه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بأي شيء آخر عن من عن ذكر الله وعن الصلاة، وإلا لا يمكن الربط بين هذه الآية اللي هي محل كلام عن والآيات التي قبلها التي كما قلنا تبتدأ بقوله الطلاق مرتان، والتي تنتهي بآيتنا، وكذلك الآيات التي بعدها أيضا ترجع مرة أخرى إلى بيان أحكام الطلاق والأولاد والأزواج وأمثال هذا. وقوع وحشر هذه الآية في سياق آيات تتحدث عن الأزواج والأولاد وكذا وكذا، هذا ليس له مناسبة إلا ما قلناه من أن الآية تريد أن تنبه الإنسان على أنه ما ينبغي أن يشتغل بهذه الأمور عن ماذا؟ عن ذكر الله. ذكر الله هو الأهم، ارتباط الإنسان بربه بمولاه هو الأهم، وهذه ارتباطات دنيوية كلها، والغرض منها هو تنظيم حياة الإنسان حتى يتفرغ لعبادة ربه، وأن المهم هو ذاك، الهدف الأصلي هو ذاك، الغاية التي خلق الإنسان من أجلها هو عبادة الله سبحانه وتعالى على الأرض، هذا هو الهدف الأساسي، وأن ما عداه كله أمور ثانوية جانبية ليس لها قيمة في قبال هذا الهدف الأساسي والأصلي. هذه هي الكلمة الأولى في الآية، بعد ذلك ندخل في الكلمات الأخرى التي يأتي عنها الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.